مرحبا، كيفكم؟ صارت تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم يزيد باش نجرب برشا انواع من المنتجات الجزائريه، منتجات جزائريه. بحكم الجزائر اخواتنا وجيراننا واصحابنا ونحبوهم يحبونا برشا، فقررت اني نعمل منتجات جزائريه. اخواتي في الجزائر، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، وتوصلوا المقطع هذا 200 لايك، وما تنساوش زاده تعملوا لي فولو في الانستغرام. نحبكم برشا. يا جماعة، عندنا برشا أنواع من المنتجات الجزائرية، مانيش عارف بشنو نبدأ. فصراحة عجبتني هذه، تحسها تشبه الرافاييلو، باش نجربها أول واحدة. بسم الله، أقسم بالله نفس القوم تاع الرافاييلو. رافاييلو، وما زاد هذه مش عارف يا جماعة شنو هذه. شنو هو؟ ياسر تشبه المارشميلو، اما منينا هذه زادة كيف كيف، اما خضراء منعرفش اسكو نفس القوة ولا بريسك. يا جماعة نفس القوة. عنا هذه اللي شريتها من عنده، قال لي تشبه ياسر السنيكرز. فرجوا يا جماعة. بسم الله، بالرسمي يا جماعة تشبه ياسر السنيكرز حتى في القوم تاعها. وتوا يا جماعة نجربوا الشرشال هذا. والله ياسر بنين. بالرسمي اخواتنا الجزائريين عندهم برشا منتوجات ما شاء الله. تحسوا يا جماعه نورمالمون يشبه للوريو. فرجوا الكعبه تشبه ياسر للوريو. واو، بالرسمي بنين على الاخر، ابن حتى من الوريو، ماهوش عادي يا جماعه. ولقيت هذه ما نعرفش شنو الصراحه، اخوتنا الجزائريه ياسر يبدعوا. فهمت يا جماعة فلفول هذه ولا شنو؟ تفرجوا مطولها. فيها برشا ملح، ملح وسكر، ماهيش خايبة، تنجح يا جماعة. تو نجربوا الجوي هذا دايلي، من غير ما تسألوني على الكيسان، راه ما عندناش في دارنا ومازلنا ما شريناش. كعبة لا ما خيبو، ياسر خايب وخفيف ودرا كيفاش. فهمتش يعني القوم تاع الخوخ والبرتقال موش ما تنسقش. عن الكفريت هذا بيك، صبا ماهوش خايب. وعندنا البيك هذا الثاني، نفس الجو هذا والاخر، يغشوا يسلم بلاج نبدل نفس الجو. مشى لا جاء. الغشاش لا تبارك له رمضان. راه جربوا هذه الثانيه اللي تشبه للوريو، اما ماهيش كما الاخرى. جو اخرى هذه كيف كيف، نفس الجو نفس كل شيء، المبالج مبدل، الغشاش لا تبارك له. نجربوا الشوت هذه، ياسر شايحة ياسر شايحة، أقل من العادية. جربوا الثانية هذه نورمال مو كيف الأخرى. كيف كيف، نفس الجو نفس كل شيء، شيء حاجة سلم بلاش نبدل، والغشاش لا تبارك له. جربوا الشرشال هذه اللي جربتها الاولى، ياسر بنينة، زعما هذه تطلع بنينة.
برسم ياسر بنين كمان الاخرى، وجو بنان، الجول بنان قيم على الاخر في وسط البشكوتو. برسم نعطيه 10/10، ياسر بنين وياسر هشوش. يا جماعة نجربوا الشوكولاتة هذه، كان تعرفوا سومها، سومها دينار فرنك، معناها اخواتنا الجزائرية بسم الله ما شاء الله، دينار فرنك، جات من الجزائر دخلت لتونس وشريتها بدينار فرنك، زعما في الجزائر بقداش تتباع، الرخص والبشاش اخواتنا الجزائرية بسم الله ما شاء الله. والله اقسم بالله العظيم بنينة، ابان من بعض الشوكولات الموجودة في تونس، دينار فرنك. الرخص والبشاش. تو نجربوا الشوكولاته هذه اللي سومها 2000 فرنك، اغلى من الاخر. بنينه في وسطها الكراميل ولا شنو؟ اي في وسطها الكراميل ب 2000 فرنك، جايه من الجزائر ويبيعوا فيها في تونس وب 2000 فرنك. يا جماعة ونجربوا البشكوتو هذا اللي اسمه بيبور ب 1500 فرنك. ياسر خايب، حاشا نعمة ربي. وانتوما كان عندكم فكرة ولا فيديو ولا ماكلة تحبوني نجربها اكتبولي في الكومنتات.